سهام معي ربيع حريمات عميد الجيش الملكي. كنعرفوا الدور ديال العميد هو مدرب داخل الفريق، اكيد انك عانيتي رفقة بقية عناصر الجيش الملكي خلال هذا الدوري، دوري شاق عنده طعم خاص استثنائي بالنسبة لكم. الحمد لله كما شاف الجميع الدوري كانت فيه تمارة من الاول، الحمد لله باش كتشوف الجماهير كتشوف اللاعبين كيفاش تعذبنا العام كامل، كنا لاعبين على 4 الوجهات تقصيتي من كاع الوجهات يعني بقات لك البطولة. وباش صراحة يعني ما كناش بغينا نقولها، مي دابا جات الوقت باش نقولها، كان سي لو بروميي اوبجيكتيف عندنا في لا سيزون هو البطولة. كما كيعرف الجميع عندنا غابت على خزينة الفريق 15 عام، حنا محظوظين بزاف باش كفريق ديال الفريق الجيش الملكي باش ترجعوا 15 عام وتوج معاه ببطولة، ما عليك إلا تكون فرحان. كنبغي نشكر أصدقاء ديالي، كنبغي نشكر المدربين اللي كانوا تعاقبوا على الفريق، مدرب فرناندو داكروز، عديد السراج، خالد العسكري، هشام، يعني الناس خدموا معنا. كنا هاد الستاف كان معنا وكان لا ماجوريتي ديال اللاعبين كانت معنا. انا محظوظ رفعت كاس العرش ورفعت لقب البطوله، يعني الحمد لله رضات الوالدين وقفات. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر العائله ديالي اللي وقفوا معايا، اللي كانوا لي سند من البدايه حتى الاخر، بما فيهم خوالاتي، خوالي اليوم بمثابه خوتي، والزوجه ديالي والبنت ديالي. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف. نعم ربيع، خلال مباراه ديال الرجاء الرياضي كان المستقبل ديالكم بين يديكم او بين الارجل ديالكم، كان شويه ديال التسرع، عدم التركيز، شيء اللي ما كانش في هذه المباراه. بغيت نمشي معاك للسيناريو اللي عشتوه في مستودع الملابس وكذلك داخل ارضيه الميدان، كيفاش بقى التركيز ديالكم وبقيتم امنين بالحدود ديالكم الى غايه اخر انفاس ديال المباراه؟ مقابل ديال فريق الرجاء البيضاوي يعني كنا لعبنا بغينا نحسموا اللقب قدام الجمهور ديالنا في الدار، يعني في الملعب ديالنا، ولكن ملي كتشوف المقابله يعني عطينا افون، درنا لي زوكاز، ضربنا الشبكه بزاف ديال الخطرات، كره باش تدخل، يعني ما علينا الا نهزوا راسنا ونبقاو كونسونطري، يعني سورتو عندك المسير ديالك بين يديك، يعني خاصك تربح غادي شامبيونا، يعني الفرق الاخرين يديروا اللي بغاو، يعني احنا المسير ديالنا بين يدينا. وكيف ما قلنا بعضياتنا، يعني الا ما ربحناش هذا الماتش راه ما نستاهلوش نكونوا شامبيون. الحمد لله داك الشيء اللي تاثر لينا. كنبغي نشكر الدراري، صحابي، ستاف، الدراري اللي تكرفصنا بزاف، كل 3 ايام حنا هازين الساك، والحمد لله باش كتكون في الاخر كتكون هذه النتيجه، يعني ما عليك الا تحس بواحد، واش نقول لك، بواحد كاينه واحد النشوه وكاين واحد لو بليزير انك كدير هذا الميتي هذا، والحمد لله، اللهم لك الحمد. شكرا علي أن مره اخرى حد موفق ربيع حريمات عميد الجيش الملكي، هنيئا لكل مكونات الجيش الملكي ومشجعيه داخل وخارج ارض الوطن. عوده اليك سهام ولضيفيك.